مخزون التراث الجزائري متواجد هنا بين جدران المركز الوطني لبحوث في عصور ما قبل التاريخ بمتحف البردو بالعاصمة. يحتوي المركز على 5 مخابر متخصصة ومكتبتين صوتية وورقية بها ما يقارب 10,000 كتاب نادر، 200 خريطة أركيولوجية و500 صورة جوية لمواقع التراث الجزائري ترجع إلى ما قبل 1830. النشاطات تاع المركز هي دراسة الإنسان منذ يعني بدايته إلى حد الآن، يعني من حيث النشاطات يعني تاع نمط المعيشة تاعو طبقا للبيئة اللي كان يعيش فيها، وحتى الآن وين رانا ندرسوا التراث الوطني. يعكف باحث المركز الوطني للتراث على تقديم ملفات التصنيف العالمي أمام اليونسكو. احتفالية ركب سيدي الشيخ أهليل أسبيبة أو الإمزاد هي الآن مصنفة عالمياً. حد الآن قمنا بتصنيف 9 عناصر، من بينها عندنا ركب سيدي الشيخ، عندنا سبيبة، ويعني كاين أيضا عناصر أخرى سوف تصنف من بينها أغنية الراي. هناك دراسات معمقة يقوم بها مختصين الأنثروبولوجيا في علم الإنسان، يعني من حيث التاريخ أيضا هذا العنصر وكل النشاطات وحتى الأدوات المادية ولا مادية التي لها علاقة بهذا العنصر. دونك تأخذ وقت يمكن عام، في بعض أحيان يعني عامين أو أكثر حتى نقوم بعملية هذا التصنيف، يعني باش نوصلوا الملف إلى اليونسكو ويقوم بتصنيفه. يسعى الباحثون على استنطاق الملقى الأثري من بقايا بشرية وحيوانية موزعة على أكثر من 20 موقع بحث بالجزائر، أبرزها اكتشاف حفرية أثرية لثاني أقدم تواجد بشري في شمال إفريقيا بعين بوشريط بالعلمة. التحريات اللي داروا حتى الآن اكتشفوا باللي أقدم كما يقولوا هذا البداية على الإنسان في شرق إفريقيا بحوالي 2.6 مليون سنة، وحنا جينا يعني 2.4 مليون سنة. دونك ربما هناك يعني أقدم وجود للإنسان في الجزائر، في شمال إفريقيا طبعا، ولكن في الجزائر بالذات في منطقة العلمة بهذا التاريخ. ولهذا يعني جينا بعد هذا الأول، يعني أبعد فترة لوجود الإنسان في شرق إفريقيا. مثل هذه الفضاءات تفتح المجال واسعا لراغبي اكتشاف العمق التاريخي الجزائري.